بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله دكتور. الله يبارك فيك. وصلنا لواحد المسألة اللي بزاف ديال الناس كيتشكاو منها، كيقول لك إلا بغينا نفتحوا حساب مع المصارف التشاركية كنلقاو مشكل في جودة الخدمات. فعلا هذه مسألة يعني لا تخفى وعندها أسباب، ولكن عموما ما خصهاش تكون واحد الحاجز. لماذا؟ لأن هذه المصارف التشاركية يعني في التاريخ شحال عندها؟ كاع عندها 5 سنوات، الاخرى عندها 100 سنه ديال العمل ولا 50 60 سنه. فبالتالي هذه التجربه ديال المصارف التشاركيه تجربه يعني جديده شيئا ما، ومازال كيطوروا، مازال بزاف ديال المنتوجات ما عندهمش، مازال بزاف ديال يمكن في بلدان اخرى. اسمح لي دكتور، يمكن في بلدان اخرى الجوده ما شاء الله، يعني في اندونيسيا تقدر تكون، لان ربما في انجلترا، ربما في اول مصارف تشاركيه انشئت يعني كنتذكروا يعني بنك دبي الاسلامي. فبالتالي يعني هادو انشئت في 1975، راه كنتكلموا الان على تجربه طويله تقريبا 50 سنه. صحيح، تقريبا 50 سنه. فبالتالي يعني هذه مساله هنا في المغرب 5 سنوات يعني واحد التجربه قصيره. فبالتالي بزاف ديال يعني العمليات مازال ما عندهمش، بزاف ديال المنتوجات مازال ما عندهمش، بزاف ديال البرامج مازال ما عندهمش. فبالتالي مازال في واحد التطور، فالانسان خصو يصبر شي شويه ملي ينقل داك الاموال ديالو المصاريف التشاركيه، خصو يصبر شي شويه. يعني هذه التجربه اللي غتحتاج اصلا هاد الملاحظات ديال الزبائن باش تحسن التجربه. هاد القضيه هذه غتنقلنا لواحد القضيه كذلك شائكه، واش هاد العقود هذه اللي كتبرمها البنوك التشاركيه واش فعلا كيكون عندها في الملك ديال هذاك الشيء عاد كتبيعوا للزبون او لا؟ يعني ما كنفهموش حنا، وكيبان لنا انه راه داز العقد يعني الى اخره. هو اذا باعت يعني واحد المنتج اللي ماشي في الملكيه ديالها، هذه عندها مخالفه شرعيه، لان الحديث فيها لا تبيع ما ليس عندك. فبالتالي طبعا يستثنى بيع السلم بشروطه، لكن ما عندهاش الحق انها تبيع واحد المنتوج معين، ما عندهاش هذه، ما عندهاش حق. فبالتالي ضروري انها تبرم عقد البيع، الشراء الاول من عند البائع الاول، عاد تبرم عقد البيع للزبون الاخير. وهذه المساله خص الزبون يتاكد منها، ان المساله فيها تراتبيه، ضروري انه يكون العقد الاول تم وعاد نديروا العقد الثاني مع الزبون الاخر. فالعمليه فيها ثلاثه مراحل. عقد المالك الاصلي ديال المنتج، سواء كان عماره ولا شقه ولا سياره، اي شيء، خصو يبيع للمصرف التشاركي، وهذا البيع خصو يتم، يعني كيتملكوا تملك تام، تملك عاد عنده الحق انه يبيع. وهذه المساله خصو يتاكد منها الزبون. واحد القضيه كتذكر في هذا السياق هي واش كيسجلوا قضية التسجيل، هذه حسب المصرف، حسب علمي يعني ماشي حسب المصرف، لكن قضية خص البيع، خص أركان البيع تم، أركان البيع الشرعية كاملة تم فعلا. دكتور، بالنسبة لذكر غرامات التأخر، واش ماشي ريبة؟ هو في بعض هذا الشيء في خارج السياق المغربي، وخارج السياق المغربي كاين ما يسمى بالالتزام بالهبة. يعني بما ان بعض الزبائن استغلوا ان المصارف التشاركيه ما كديرش غرام التاخر، فكيماطلوا عمدا وهما عندهم باش يخلصوا، وهذا تصرف يعني لا يليق بالمسلم. فبعض المصارف في الشرق داروا التزام بالهبه، يعني انا التزم انني نعطي واحد المبلغ لجهه خيريه لا علاقه لها بالبنك، حتى لا يستربح البنك من الغرام التأخر. لكن في المغرب كاين الشيء الذي يسمى بالتعويض عن الضرر، بمعنى المغرب ما كاينش اصلا هاد، كاين المساله ديال التعويض عن الضرر، بمعنى ان المصرف اذا تماطل، هو اذا تماطل الزبون في الاداء ولم يكن مؤثرا، هنا من ندخلوا باب ديال الشرعي ماشي شرعي، لانه اذا كان مؤثرا فان كان ذو عسره فنظيره الى مصر. فبالتالي اذا كان مماطلا واثبت المصرف ان هذاك الزبون مماطل وعنده باش يؤدي وما اداش، وانا كمصرف تأديت من هذا التماطل، عندي الحق أنني نطالب فقط بالتعويض عن الضرر الحقيقي الفعلي المثبت. فبالتالي هذه ماشي أصلا باب لربح البنوك البتة، هذا باب مسدود، مسدود غرامة التأخير للاسترباح، باب مسدود. وهذا اللي كيميز المالية الإسلامية عن المالية الربوية. واضح. لأن في المالية الربوية غرامة التأخير تمثل تقريبا 20% من أرباح البنوك. هذا باب مسدود عن المصارف الإسلامية. وهذه صراحة يعني ميزة طيبة بالنسبة للمصارف التشاركية. إذا كان يعني الأمر كما ذكرت، فالأمر يعني كيبين أنه فعلا كاين فارق شرعي كبير جدا.
هاد القضيه ديال الاعصار اللي ذكرتي يا دكتور، واحد مثلا انا مثلا معسر وثبت انني معسر، واش غيجي يحيدوا لي مثلا الدار ولا واش غيتعاملوا معايا؟ يتعاملوا معايا بالجانب الشرعي كما كيذكروا انهم راه كيتعاملوا بالجانب الشرعي. فعلا فعلا، هو هذه المساله اصلا كاينه مذكوره في بعض القوانين ديال اثبات الاعصار، كيعطيوك واحد المهله تقدر تمشي حتى لعامين. فبالتالي اذا الانسان ربما الانسان يفقد الشغل او يوقع له حادثه وغير ذلك، فهذا الشيء لهذه الاشياء يعني التعامل مع المعسر في الاسلام يكون يعني بالصبر عليه. ولهذا انشئت صناديق التكافل حتى يساعده يعني الصندوق في يعني تجاوز تلك المرحله، وغنتكلموا على التكافل ان شاء الله. واخا تجي تفتح حساب في البنك التشاركي، هذا حساب الادخار واش ماشي ربا؟ كيدخل الانسان كيشوف حساب فيه جوج و نعم كياخذ واحد النسبه هو فعلا هذا يمكن هذا هو عين الربا. لا النسبة هي ماذا تمثل؟ هي في المصرف التشاركي كما قلنا يعني منعه القانون من الإقراض أو الاقتراض بالربح، هذا باب مسدود في المصرف التشاركي. نعم. يعني كما قلنا لا يتعامل بالقرض في أخذا وعطاء للاستربح، هذا ممنوع. فبالتالي ملي كيدخل الزبون كيشوف ربما كاين واحد منتوج ديال الادخار، هذاك مضاربة، كيعطي الزبون واحد رأس المال وكيستثمر المصرف التشاركي في معاملات حتى هي خاصها تكون شرعيه، مثلا مرابحات جديده او يعني صكوك جديده. يعني بحال هامش ربح هذا؟ هذاك جزء من هامش الربح، لان المضاربه شنو هي؟ المضاربه هي واحد كيجيب راس المال. نعم. واحد كيجيب العمل. نعم. التدبير ذاك راس المال. واش هذا الشيء كيفهموه ليه بعد ملي كيفتح الحساب ان هذيك الفائده راه مضاربه؟ هو اصلا ما خصناش نسميوها الفائده سينو غنوقعوا في مشكل. هذيك نسبه ربح. نعم. والقانون اللي دار يعني بنك المغرب الزم المصارف التشاركيه انهم. نعم. يقولوا ويكتبوا بخط اكبر. نعم. بخط اكبر في العقد انه معرض كذلك للخسائر، وهذا فرق كبير مع البنوك الربويه. علاش؟ يعني كاينه نسبه ديال الخسائر، ممكن يخسر. شحال النسبه ممكن يعني تقدر في ماذا؟ النسبه ديالها قليله ولكن تقدر توقع. هي كاينه ربما واحد دخل في واحد مرابحه جديده. نعم. والمنزل يعني تحرق ولا شي حاجه. في المقابل البنوك الربويه اش كيقولوا؟ البنوك الربويه ما كاينش الخساره، كاين ضمان. ممتاز. كاين ضمان لان هي كتعاقد معك على واحد النسبه خصها تاديها لك سواء ربحات ولا خسرات هي. وهذا هو ربا. نعم. بارك الله فيك دكتور. كذلك الودائع الاستثماريه علاش ضعيفه جدا في البنوك التشاركيه؟ واش حيت الناس ما تيقينش في البنوك التشاركيه ومازال كيقولوا ان هذه هي البنوك الربويه؟ هو الودائع اولا فعلا الناس كاين واحد التقصير. لماذا؟ لان بزاف الناس مازال مخلين اموالهم في البنوك الربويه دون ان يعوا وبلا ما يدركوا ان هذه الاموال اللي هما حاطين راه بها البنوك الربويه كيسلفوا الناس اخرين بالربا. بمعنى بلا هاد الاموال ديال المسلمين. نعم. راه البنك الربوي ما غيلقاش منين يسلف مسلمين وحدين اخرين ويغرقهم في الربا وفي القروض وفي السيزي. اي واحد اليوم دخل في الاشياء ديال السيزي راه غيلقى ان ملفات السيزي تقريبا كلها ديال البنوك. نعم. شيء رهيب رهيب مرعب. الناس اللي عندهم اموال مازالين حاطينها في البنوك الربويه خاصهم ينقلوها للمصارف التشاركيه كلما اتيحت لهم الفرصه. لكن نسبه العائد. نعم. لماذا هي ضعيفه؟ لان اصلا الان جلهم يستثمر هذاك الاموال في المرابحات، والمرابحه اصلا نسبه ديال الارباح ديالها ضعيفه. نعم. ولذلك احنا كننتظروا انها تظهر منتوجات جديده مثل الصكوك والمشاركات باش يحاولوا يطلعوا ذاك نسبه الارباح. اخ بارك الله فيك دكتور. بالنسبه للقضيه ديال الانسان كيشري وما كياخذش لا مال لوفي، زعما ماشي بحالها بحال ماشي حتى هي بحال البنوك. هي فعلا بجوج كيديروا بجوج كيديروا حيت راه ما كاينش شي واحد كيشري من البنوك التشاركي وكياخذ على في حدود علمي. هو كيديروا ذاك الحجز او ذاك الرهن. علاش كيدار؟ لان فان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. نعم. الرهن في الاسلام جائز، لكن كما في الحديث لا يغلق رهن من صاحبه لا يغرموا عليه غرموا. الرهن ليس للاسترباح، هو فقط توثيق للحقوق وضمان للحقوق. لزياده حيت ملي كنقولوا الرهن ربما الناس يمشيو مع ذاك الرهن اللي الرهينه الله يجازيك بالخير. باش لا علاقه عندهاش علاقه بديك الرهينه المعروفه. هذيك اصلا معامله بس. يعني رهينه كما كنعرفوا في العقد معامله مشكله من الناحيه الشرعيه، مشكله جدا. كمل لنا الله يجازيك بالخير.
هاد القضية ديال الرهن ملي كيبيع لك المصرف التشاركي واحد الشقة قيمة ديالها مثلا 100 مليون، وانت يلا هتبدا تخلصو 2000 ولا 3000 ولا 5000 درهم في الشهر، طبعا عنده الحق انه يحمي راسه بان داك الشقة ما تقدرش انت تعاود تبيعها الا بالاذن ديالو. فهذه هي لا مان لوفي بمعنى هو كيضمن الحق ديالو من خلال الرهن، توثيق للحق فقط ماشي للاستربح. واخا ملي ما كيبقاش قادر انه يسدد، ملي ما كيبقاش قادر انه يسدد، يا كيكون معسر وكندخلوا في داكشي اللي قلنا على المعسر، يا كيساعدوا صندوق التكافل، يا كيتعطى له داك المهله. اعطينا في المقابل شنو كاين في البنوك الربويه دكتور؟ غير في البنوك الربويه كاين واحد ما بقاش قادر يخلص، هو البنوك الربويه كيزيدوا الفائده. الا ما بقاش قادر يخلص مره شنو كيوقع؟ كاين الحجز ديال المنزل. والحجز ديال المنزل كيتطرح للبيع اذا يعني اذا المصرف لم يصبر على داك الزبون. نعم. كيتحجز المنزل وكيتطرح للبيع. نعم. كيتسدد البقيه اللي كان خاص الزبون يسدد. نعم. والبقيه كتعطى للزبون. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. بالنسبه للتامين منين ما بقاش قادر الانسان يسدد، واش عنده علاقه بالشرع؟ هو فعلا عاد بدا العمل بالتامين التكافلي في المغرب، يعني جديد هو في هذه السنه هذه 2020. هذه السنه هذه فعلا. والتامين التكافلي واش تاخر لسبب او لا غير تاخر؟ فقط لاسباب اجرائيه ومراقبه العقود الى غير ذلك، فقط اجراءات. لكن هذا التامين التكافلي الهدف ديالو انه يجمع واحد مجموعه الناس، لان كما كنعرفوا يعني التامين التجاري التقليدي صدرت فيه فتوى من المجمع الفقه انه يعني لا يجوز، وبالتالي البديل ديالو هو التامين التكافلي. الفرق بيناتهم هو ان التامين التجاري العادي هو بيع، لكن بيع لشيء فيه غرر لا نعرف مقدار او هل سيقع حادث او شيء من هذا القبيل. التامين التكافلي مبني على الهبه والتعاضد. نعم. مبني على الهبه والتعاضد، ولكن كاين فروق مع الميتوال. فالتامين التكافلي يخضع لمراقبه المجلس العلمي الاعلى، والعقود يعني حتى هي كتخضع للمراقبه المجلس العلمي الاعلى، وهو اللي كيتدخل في حالات يعني وقعت شي حادثه للزبون او اعصار او شيء من هذا القبيل. يعني الناس اللي كيدخلوا في معاملات دكتور العهده على المجلس العلمي الاعلى، طبعا مادام انه الامر عنده يعني المعامله عندها لجنه علميه فيها علماء فيها فقهاء، فالعهده عليهم طبعا. من غير الا كان الانسان متخصص يقدر يخوض في هذا الشيء، لكن الانسان اللي ماشي متخصص العامي مذهبه مفتيه. جزاك الله خيرا. المتعارف عليه ان البنوك الربويه ملي كتكون عندك معهم شي معامله وبغيتي تخلص هذاك الشيء اللي باقي لك كيكون تخفيض، بعكس البنك التشاركي زعما علاش من باب التيسير على الناس ومن باب الرحمه ومن باب الهدايات القرانيه، وان ربي سبحانه وتعالى دعا للتيسير والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للتيسير، كيجي واحد كيخلص ليك وبالرغم من ذلك يعني ما تتنقص له حتى شي حاجه، مشكل كبير هذا. هو حقيقه هذا فحال هذا وهم يعني كيظهر فحال ديك القضيه ديال كيربحوك اكثر في بعض الاحيان. لا. يعني كيقول لك هذا هو الحرام، كيجي الناس كيقولوا هذا هو الحرام. كيشوفوها هكا بهذه الطريقه وكيقول لك دابا هذا هو الحرام. خصنا غير نفهموا التصور ديال المعامله، بمعنى كما قلنا لم اذا ابرم العقد ملي كنديروا البيع صافي سنين العقد ديال البيع الاخير للزبون الاخير، ملي كنبرموا هذاك العقد ما كتبقاش علاقه بيع او مساومه، كتولي علاقه دين. كيولي المنزل والشقه ولا السياره في اسمي، والمبلغ مستحق لدى المصرف، فبالتالي كتولي علاقه دين، والدين لا يمكن تغييره مع الزمن مع المده اذا كانت علاقه دين، والا غنعاودوا نطيحوا في الربا. فالبنك المصرف التشاركي تقريبا مرغم انه ما ينقش، لكن ان داكشي ما يكونش في العقد، ما خصوش يكون في العقد مشروط، لكن اذا اراد المصرف التشاركي انه ينقص لا مانع لا مانع. وهذا باب التيسير كيديروه بعض المصارف التشاركيه، يعني ملي كيجي الزبون كاين شي مصارف هنا في المغرب كيديروها، يقدر يدار ما كاينش المانع، ولكن ما يكونش مشروط في العقد، والا يكون شرط يؤدي الى الربا. فخص خص خص فقط مبادره المصرف التشاركي يقدر ينزل يخفض من الثمن اذا كان يعني واحد غيخلص على 10 سنين وفي السنه السابعه جا قال لهم انا نعطيك المبلغ كله. نعم. لا مانع انه ينقص. بارك الله، لكن باش يكون مشروط هذا، لان معاملات دين والدين الى درنا فيه التغيير بالمده غنوليو في الربا. مؤخرا شفنا بعض المبادرات اللي دارتهم الحكومه بحال فرصه، بحال يعني بعض الاوراش، ما كنشوفوش البنك التشاركي كيتشارك في هذا.
هو واش كاين اشكال مالي، واش كاين يعني من جهه المؤسسه، من جهه المسيرين، ولا شنو بالضبط المشكل؟ المصاريف التشاركيه كما قلنا كاين جوج ديال، كاين الاشكال الاول هو ان الناس ما نقلوش فلوسهم من البنوك الربويه للمصاريف التشاركيه، يعني باقي هذا مشكل متعلق بالناس. نعم. هذا مشكل متعلق بالناس، وثانيا مشكل متعلق بالمصاريف التشاركيه من جهه راس المال ضعيف قليل، ولذلك لجأوا لمعامله تسمى الوكاله بالاستثمار باش يزيدوا راس المال ديالهم، لكن هما ما شاركوش في هذه المشاريع فقط لان ما عندهمش طاقه ماليه كبيره. نعم. عندهم طاقه ماليه محدوده والطلب كاين ولكن السيوله قليله. لماذا؟ لان من جهه راس المال ضعيف، ومن جهه الناس ما نقلوش فلوسهم من البنك الربويه، فالناس كيتحملوا جزء من هذا المشكل. نعم. يعني في هذا الصدد هذا، في هذا النطاق ديال هذا السؤال، كاين سؤال واحد اخر يصب في نفس السياق. الى مثلا راس المال سالى، ما بقاش راس المال، يعني منين غادي ياخذوا الفلوس عاوتاني باش يعاودوا يديروا معاملات اخرى؟ هذه ماشي إلى، هذه وقعات. وقعات بزاف. يعني دابا الفلوس ما كايناش. يعني المصارف التشاركيه عندهم طلب كبير، بحيث راس المال ديالهم اللي تحط في الاول. نعم. من طرف الشركاء، سواء كان شركاء من الخارج ومن المغرب او مصارف مغربيه حطت داك راس المال، ما بقاش كيغطي داك الطلب، فبالتالي الان كيديروا واحد المعامله سميتها الوكاله بالاستثمار، يعني كيستثمروا الاموال ديال المؤسسين ديالهم. مصارف ربويه، ولكن كما قلنا في الاول اموال المصارف الربويه راه 90% الاموال ماشي ديالها اصلا، ديال الناس، فالاصل فيها انها نقيه. فكيستثمروا بالوكاله، يعني نيابه في مشاريع مرابحه. ثم كانهم كيتقاسموا، كيعطيو واحد الوكاله واحد الجزء من عموله لهذاك استحقاقا لذاك راس المال الاصلي، فهمتي؟ فهذه كتسمى الوكاله بالاستثمار، وإليها تلجأ الآن المصارف التشاركية لتلبية الطلب. بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خيرا، نفع الله بك. يعني الحلقة تبارك الله غنية بالمعلومات، باقين غادي نتفرجوا فيها إن شاء الله باش نقيدوا الفوائد. إن شاء الله. جزاك الله خيرا. الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى غادي نشوفوا واحد القضية شائكة جدا، وكيتكلموا بها الناس بزاف، واش ما كيتلاعبوش هاد الناس بالدين باش يمرروا لنا هذه القضايا هذه، وعلاش كيدخلوا الدين بزاف. الى تلكم الحلقه ان شاء الله، نفع الله بكم. الله يبارك، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله.